صورتك الذاتية هي اللي بتحدد قوة طاقتك المادية. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجنا أسرار النجاح مع شادة تي في. لقاءنا النهاردة بنتكلم عن الصورة الذاتية. الصورة الذاتية هي رؤيتك لذاتك، رؤيتك لنفسك، تخيلك عن قدراتك، عن مهاراتك، عن إمكانياتك، رؤيتك لنفسك، كيف ترى ذاتك. وهنا العلماء أكدوا أن رؤية الذات هي اللي بتحدد اعتقادنا، بيحدد نتائج الواقع الفعلي بتاعنا. يعني إيه؟ صورتنا الذاتية هي اللي بتحط حدود قوتنا في الطاقة المادية. إزاي؟ أنت ما تقدرش تعمل أي فعل لو قلت لنفسك أني لا أستطيع هذا الفعل، يبقى صورتك الذاتية رسمت لك عدم الاستطاعة، رسمت لك أنك مش ممكن تتحرك، رسمت لك أنا مش ممكن ألاقي شغل، رسمت لك أنا مش ممكن ألاقي زوج أو زوجة مناسبين، رسمت لك أنا مش ممكن ألاقي المال أو الدخل المناسب، رسمت لك كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى أنت اللي بتجني على نفسك بصورتك الذاتية السلبية، أنت اللي بتجني على نفسك بتخيلك للصورة الذاتية السلبية. اعتقد في ذاتك قوة، هتخرج للعالم قوة. اعتقد في ذاتك نجاح، هتخرج للعالم نجاح. اعتقد في ذاتك روعة، هتخرج للعالم روعة. اعتقد في ذاتك التميز والجودة، هتخرج للعالم كله التميز والجودة. كل واحد عنده حدود في قدراته. حدود قدراتك بتبدأ من حدود رؤيتك لذاتك. يا ترى انت حدودك ايه؟ بتشوف نفسك ايه؟ يبقى قدراتك وطاقاتك المادية الملموسة هي دي هتكون الطاقة الحقيقية. حد هيقول لي مش معقولة اللي انا هكلم نفسي بيه بس هو اللي هيخرج للعالم. تأكد ان اللي بتكلم نفسك بيه هو من اهم الادوات ومن اهم الاليات اللي بتحرك النفس من الداخل، فبتولد الطاقة الخارجية للعالم الخارجي اللي حواليك. فتأكد من هذه الجزئية وابدأ اسعى وكلم نفسك إيجابي وبقوة حتى تصل إلى ما تتمنى أن تكون فيه. العلماء قالوا لنا إن هناك ثلاث أنواع من الصور في علم النفس: في الصورة الذاتية، وفي الصورة المجتمعية، وفي الصورة المثالية. بيحدث ما بين الثلاثة دولت نوع من أنواع الصراع والتعامل والتفاعل. صورتك الذاتية اللي هو أنت شايف نفسك إيه؟ طب والصورة المجتمعية، المجتمع بشايفك ايه؟ والصورة المثالية انت تتمنى تكون ايه في حياتك؟ انا عاوزكم دايما تعلوا الصورة المثالية امنياتكم واحلامكم، وفي نفس الوقت تعلوا الصورة الذاتية مع رفع القدرات والامكانيات والمهارات عشان تتوافق مع الصورة المثالية اللي بتتمنى تكون فيها. وفي الوقت ده المجتمع هو كمان هيضطر يرفع الصورة اللي بيشوفها عنك وعن أحلامك اللي انت عايزها. شدة الصراع وقمة الصراع امتى بتحصل؟ جوانا بيحصل صراع شديد لما بنكون في خلاف ما بين الصورة المثالية والصورة الذاتية. لو انا بنظر لنفسي بصورة ذاتية متدنية ونفسي حقق حلم، التدني في الصورة الذاتية مع الحلم المرتفع يؤدي إلى مسافة طويلة وجاب يؤدي إلى الإحباط والاكتئاب. لكن مش الحل إنك تقلل الصورة المثالية أبداً أو تقلل حلمك، بل بالعكس ارفع الصورة الذاتية وطور نفسك علشان توصل منها للصورة المثالية اللي عاوز تكون فيها. خد بالك في نهاية اللقاء من سر النجاح دوت اللي هو من أهم الأسرار. صورتك الذاتية هي اللي بتحدد قوة طاقتك المادية.